بعد لقاء مع عدد من النواب في مجلس الأمة، أعلن المحامي عادل عبدالهادي أنه سيتقدم بطلب رسمي للسفارة الأمريكية غدا لتحديد موعد لمقابلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للوقوف على آخر التطورات بخصوص المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو. قررت أني أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي أوباما، باكر راح أبعثها للبيت الأبيض، وأيضا أبعثها للسفارة الأمريكية في دولة الكويت للجلوس معه والحديث حول الوضع الخاص للمعتقلين الكويتيين الأثنين الموجودين في غوانتنامو. في مناسبة حضورنا للجنة الداخلية والدفاع والمكوث مع النواب الأفاضل الأستاذ شعيب المويزري ومحمد هايف ووليد الطبطبائي، وعرضنا عليهم فكرة أني أنا أذهب إلى غوانتنامو لزيارة المعتقلين هناك وبرفقة كل وسائل الإعلام معنا، أنهم يتشرفون معنا في هذه الزيارة اللي قد تكون تاريخية، ودعوتي لهم أنهم يتقدمون للذهاب معنا إلى غوانتنامو كرحلة شعبية إنسانية قانونية لمحاولة لفت انتباه الرأي العام العربي والإسلامي، وأيضا للفت انتباه الحكومة الأمريكية.